السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بإذن الله نشرح معاكم مادة اللغة العربية من كتاب الامتحان الخاص بدفعة 2025 مهندسين ودكاترة المستقبل. الوحدة الأولى بعنوان رعاية الطفولة. كتاب الامتحان هذا العام عامل عظمة، الورقة جميلة، الألوان أيضا جميلة جدا ومريحة للعين، الأسئلة نظامها اختلف، فأنا بنصح جدا هذا العام بكتاب الامتحان. الدرس الأول بعنوان نصائح غالية. هذا الدرس هو نص قرآني، آيات من سورة لقمان، وسورة لقمان سورة مكية أي نزلت بمكة، ما عدا بعض الآيات نزلت في المدينة. والقرآن المكي هو ما نزل من مكة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أما ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يسمى القرآن المدني. في هذا الدرس ينصح لقمان ابنه عدة نصائح، منها أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة يفعلها، فيجب أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى الناس، وأن لا يتكبر على الناس، وأن ينظر إلى الناس بتواضع، وأن يمشي متواضعا في الأرض، وأن يخفض من صوته. دي معظم النصائح التي اشتملت عليها الآيات. في هذا الدرس بإذن الله نقرأ الآيات، والآيات يجب أن تحفظها وتقرأ القرآن قراءة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بيقول سورة لقمان هنا مكية نزلت في مكة، ما عدا الآيات 27 و 28 و 29 نزلت في المدينة المنورة. عدد آيات السورة 34 آية. سبب التسمية أنه تعرض لقصة لقمان فسميت بلقمان، ووصاياه لابنه. ولقمان هذا رجل عرف بالحكمة، ويقال إنه مصري وولد وعاش في النوبة، النوبة دي في أسوان، تمام؟ نتناول الآيات بقى بحيث آية آية من حيث المعاني وشرح الآية أو تفسير الآية ومواطن الجمال التي في الآية. أول حاجة يا بني، يا بني ده أسلوب نداء، وكلمة بني أي ولدي، وهي تصغير كلمة ابني، قالوش يا ابني، بني. فهو ده بيتفيد ايه؟ توحي بالحب والاشفاق، تمام؟ فيا بني ولدي، وهي تصغير كلمة ابن، والجمع ابنائي وبنية. انها الضمير الهاء ده يقصد به اعمال الانسان، عائد على اعمال الانسان. ان تكو، كلمة تكو دي اصلها تكن، وحذفت النون. ليه حذفت النون؟ حذفت النون هنا تخفيفا، يبقى تكو دي اصلها تكن. مثقال حبه، المثقال هو الوزن والمقدار، المثقال هو الوزن والمقدار، وجمع مثقال مثاقيل.
حبة من خردل. ما هو الخردل؟ أولا الحبة جمع حب وحبات. الخردل هو نبات عشبي له حب يضرب به المثل في الصغر، يعني زي حبيت الجمح أو حبيت الرز كده أو أصغر، تمام؟ والمفرد خردلة والجمع خرادل. فتكن في صخرة، الحباية دي تكون جوة صخرة، الصخرة الحجر الكبير ده، شوف حباية أصغر من حباية الرز، أو في السماوات، السماوات الهائلة اللي انت شايفها ديت المرفوعة ديت فوقنا، أو في الأرض الفسيحة ديت، يأتي بها الله، الله سبحانه وتعالى يعلم مكانها ويحاسب عليها. طيب يقول هنا صخرة معناها الحجر الصلب وجمع الصخور وصخر، والأرض جمع الأراضي والأراضي، يأتي بها أي يعلمها، يبقى المقصود بكلمة يأتي بها يعلمها ويحاسب عليها، يعني ما تستهونش أنت بالصغيرة اللي بتفعلها وتقول دي صغيرة الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذني بها، مش هيؤاخذني على أن أنا أسمع أغاني، مش هيؤاخذني أن أنا عاكس بنات، مش هيؤاخذني ويعاقبني أن أنا أضرب أو أشتم أو أسب أو أشرب سجاير، الله سبحانه وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة ويحاسب عليها. قال تعالى من سورة الزلزلة: يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس تحاسب على كل صغيرة، الذرة الشيء الدقيق جدا. إن الله لطيف خبير، كلمة لطيف أي رفيق بعباده وعليم بصغائر الأمور وخفاياها. طيب خبير عالم بكل شيء. يقول هنا كلمتا لطيف وخبير لا تجمعان، يبقى كلمة لطيف دي ما بتجمعش ولا خبير تجمع في وصف الذات الإلهية. لما أجي أوصف الله سبحانه وتعالى لا أجمع كلمة خبير ولا أجمع كلمة لطيف، أما إذا وصف بها غير الله فتجمعان. يبقى لطيف وخبير عندما أقصد بها الله سبحانه وتعالى لا تجمع، أما إذا قصدت شخص آخر غير الله سبحانه وتعالى فهي تجمع. على لطائف ولطفاء وخبراء، إما ممكن أقول هؤلاء مهندسون خبراء، تمام؟ أما مع الله سبحانه وتعالى تأتي مفردة لطيف وخبير. طيب التفسير هنا يقول لي يخبر لقمان ابنه أن الله مطلع على كل أفعالنا وأقوالنا مهما صغرت. لو أنت شايف حاجة هينة جدا ضعيفة لا يحاسبك عليها، الله مطلع عليها ويعلمها ويحاسب عليها. وخفيت فيقول له إن السيئة والحسنة مهما كانت متناهية في الصغر، وضرب بها المثل هنا مثل حبة الخردل، ومخفية في باطن صخرة جوا الصخرة أو في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة، يعني سيحاسبك عليها ويحاسب عليها. فالله عالم بكل شيء، ولذا يجب علينا أن نخشاه ونراقبه في السر والعلانية. مواطن الجمال: يا بني، اسلوب نداء في نداء يفيد التنبيه ويوحي بالحب والإشفاق، ما قالوش قد يد تعالى هنا، لا قال له يا بني، ده إشفاق على ابنه، ده حب، ده ود. وكلمة بني جاءت على صيغة التصغير، ما قالوش يا ابني، لإظهار الحب والحنان وحاجة الابن الصغير إلى النصح لقلة تجاربه، العيل الصغير ده ما جربش في الحياة زي الأب، وخبراته في الحياة، فالأب بيبقى خبرة أكثر من الابن. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، أسلوب مؤكد بإن، أول ما تشوف إن وقد يبقى اسمه أسلوب مؤكد، يبقى إن وقد بتفيد التوكيد. ثم أكد بأنه يؤكد علم الله بكل شيء مهما صغر. طيب حبة جاءت نكرة، ما قالش الحبة، جاءت حبة يعني أي حبة، فالدليل هنا إيه؟ نكرة للتقليل، بيقلل من شأنها، وبيان مدى الصغر، صغيرة جدا. وصف حبة من خردل يدل على شدة صغرها، يعني أنا لو قلت لك حبة مش هتفكرها أن هي حبة منجة كبيرة، هيجي في بالك الحبوب الصغيرة. فالله سبحانه وتعالى زاد في وصف الحبة قال حبة من خردل، يعني حدد نوع الحبة حاجة صغيرة جدا، يدل على شدة صغرها ودقتها. فحبة الخردل هي أصغر ما يدرك بالحواس، أصغر حاجة تشوفها بعينك هي حبة الخردل. ويوحي بسعة علم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على الصغائر والكبائر. في صخرة، تعبير يدل على شدة خفاء الفعل، يعني الحباية دي كمان هي صغيرة جدا ومخفية جوا صخرة،
لا انت مش شايفها، يبقى الفعل انت كمان مستخفي بيه، بتعمل المعصيه دي ومستخفي من الناس، الناس لا يعلموا بها، الله سبحانه وتعالى يعلم. واستحاله الاطلاع عليه. وكلمه صخره برضو جاءت صخره نكره تفيد العموم والشمول، يعني اي صخره. السماوات والارض بينهما تضاد، السماوات عكس الارض، يوضح المعنى ويؤكده. ان تكو مثقال حبه ياتي بها الله، لو في حبه هياتي بها الله، ما فيش حبه مش هياتي بها الله، ده اسمه اسلوب ايه؟ اسمه اسلوب شرط، يدل على قدره الله تعالى وسعه علمه. وياتي بها الله ان تكو مثقال حبه ياتي بها الله، ان دي من الادوات الجازمه، وهو اسلوب شرط هنا يدل على قدره الله تعالى وسعه علمه. ان في مثقال حبه هياتي بالله، ما فيش مش هياتي، دي اسمه نتيجه، نتيجه لما قبله، يعني اللي حصل الحاجه الاولانيه دي هيترتب عليه يحصل حاجه ثانيه، ما حصلتش الاولى مش هيحصل الثانيه. التعبير بالفعل المضارع دائما بيفيد التجدد والاستمرار، ياتي يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصوره. وان اسلوب توكيد وسيلته تقديم الجار والمجرور بها على الفعل الله. طيب بص، ياتي دي فعل، فعل ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله. طيب مين اللي ياتي؟ الله سبحانه وتعالى، دي فاعل. طيب فصلت بين الفاعل والفاعل، الفعل المفروض يجي بعدين الفعل، الفعل بعد الفعل على طول، فصل بينهم، اول ما تلاقي فصل كده ده اسمه اسلوب توكيد وسيلته تقديم الجار والمجرور. ان الله لطيف خبير، اسلوب مؤكد بين، قلت لك ان وقد بيفيد التوكيد دائما، اول ما تشوف ان وقد اعرف ان الجمله فيها هنا توكيد على طول. يدل على سعه علم الله عز وجل بعباده وخبراته باحوالهم، وهي تعليل لما قبله. يعني تعليل، السؤال اللي بتجاوب عليه بلماذا بيبقى هو تعليل، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. لماذا ياتي بها الله؟ لان الله لطيف خبير، فهي تعليل لما قبله. وكلمه لطيف وخبير جاءت نكرتين لافاده التعظيم لانهم في حق الذات الالهيه. التعبير بصيغه المبالغه زي كلمه لطيف وخبير، وهي على وزن فعيل، يفيد دي يفيد تمام لطف الله، ودي يفيد سعة علم الله وكماله. طيب دعوة للقيام بالأعمال الصالحة. يا بني أقم الصلاة، أمر أول حاجة أنه يقيم الصلاة. أقم الصلاة يعني أد الصلاة في أوقاتها بخشوع، أدها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله سبحانه وتعالى جعل فريضة الصلاة هي ثاني أركان الإسلام، فهي تأتي بعد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا تسقط على المسلم بأي حال من الأحوال. يعني ما ينفعش المسلم ما يبقاش بيصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. فالصلاة لا تسقط عنك، حتى لو أنت مريض تصلي على حسب مقدرتك، مش قادر تتوضى تتيمم، مش قادر تقوم ولا تأدي أي ركن تصلي وأنت قاعد، مش قادر تقعد تصلي وأنت نايم، مش قادر تتحرك وأنت نايم، تصلي إيماء ولو بالعين، تصلي باستحضار القلب، مش قادر تطهر، يعني هي لا تسقط عنك بأي حال من الأحوال. الشهادة أنت تأتي بركن الشهادة مرة واحدة في العمر، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة وتصبح مسلما. أما الصلاة هي التي تداوم عليها في أوقاتها. الزكاة ممكن أن تسقط عنك إذا لم يبلغ مالك النصاب، الصيام ممكن أن يسقط عنك إذا كنت مريض، الحج ممكن أن يسقط عنك إذا لم يكن معك التكلفة المادية أو الصحة البدنية التي تستطيع أن تحج بها، أما الصلاة لا تسقط عنك بأي حال من الأحوال. المضاد ضيعها، يبقى أقام الصلاة عكسها ضيعها، وجمع الصلاة الصلوات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، ادعو الناس إلى الأمور الطيبة، يبقى أمر بالمعروف ادعو الناس إلى الأمور الطيبة. وأنهى عن المنكر، يعني إنها المعروف، قلنا الخير مقصود بالمعروف الخير والإحسان، والمضاد المنكر. إن عن المنكر ادعو الناس إلى الابتعاد عن الماضي، وأنا عن المنكر ادعو الناس إلى الابتعاد عنهم، والماضي منهم إنها نهى، مين هدف الأمر؟ واصبر على ما أصابك،
إن ذلك من عزم الأمور. هنا المنكر الأمور السيئة، وجمع المنكرات والمناكر. اصبر يعني تحمل وتجلد، ومضادها اجزع، أصابك يعني نالك، والمضاد أخطأك. عزم الأمور، الأمور عزم الأمور، الأمور الواجبة عليك، ومفرد الأمور الأمر. هنا لقمان بيواصل هنا نصح ابنه فيوصيه بالقيام بالأعمال الصالحة، وهي المواظبة على أداء الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، دعوة الناس إلى فعل الخير اللي هو الأمر بالمعروف، نهي الناس عن فعل الشر بلطف وحكمة. أن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الصبر على ما يصيبهم، قال لك أنت لما تدعو الناس إلى فعل الخير والابتعاد عن الشر هتلاقي الناس هتعتدي عليك. لما اقول لواحد يقفل الاغاني ديت، الاغاني حرام، ايه يا عم انت عم الشيخ انت بتقول الاغاني حرام ازاي يا عم؟ ممكن يعتدي عليك بالقول، يعتدي عليك بالفعل. فالله سبحانه وتعالى يامرك ان انت تصبر. لما تنهى واحد عن الفحشاء هتلاقيه بيتعدى عليك لان هو جاهل. فالله سبحانه وتعالى يقول لك اصبر على ما يصيبه من اذى في سبيل امره بالمعروف ونهي عن المنكر. وتلك الوصايا من الامور التي ينبغي الحرص عليها. الوصايا اللي هو وصاها دي لازم تحرص عليها. يا بني مواطن الجبال بقى، اسلوب نداء للتنبيه ويوحي بالحب والاشفاق. تكرار النداء لتجديد نشاط السامع، بيجدد عليه ان هو ايه يركز كده وينتبه معاه. اؤمر انهى المعروف والمنكر، اؤمر وانهى ده عكس بعضهم طباق، والمعروف والمنكر عكس بعضهم، يبقى بين كل كلمتين تضاد يوضح المعنى ويؤكده. طيب اقم وامر وانهى واصبر كلها اساليب امر للحث والنصح والارشاد. بدأت الآيات بإقامة الصلاة، لأن الصلاة زي ما قلت لك عماد الدين، وهي تعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب على الإنسان أن يصلح نفسه أولا ثم يتوجه لإصلاح غيره. أبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك الأول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب بيقول جاء الفعل وجاء أمر بالمعروف قبل وانهى عن المنكر، لأن الأصل في الإنسان هو الخير والشر طارئ عليه. جاء الفعل اصبر بعد وامر وانهى، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا في الغالب ما يعودان على صاحبه من مشقة، وذلك يتطلب الصبر. قلت لك لما تيجي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر هتلاقي في رد فعل من الناس فيها اساءه ليك، فيجب ان تصبر. كلمه ما اصابك تفيد العموم والشمول، اي كل ما يصيبك من خير او شر. إن ذلك من عزم الأمور، هنا إن قلت بتفيد التوكيد، أسلوب مؤكد بإن، يبين قيمة التحمل والصبر على الشدائد في خلق الشخصية القادرة على أن تسود بين الناس، وهي تعليل لما قبله. يعني ليه؟ قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا أفعل ذلك كله؟ لأن ذلك من عزم الأمور. يبقى سؤال التعليل ده عشان أعرف العلاقة تعليل أسأل بلماذا. ذلك اسم إشارة للبعيد وهي للتعظيم هنا. طيب بقول تذوق معنا. أقم الصلاة أفضل من صلي، قال له أقم الصلاة لأنه يدل على ضرورة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة زي ما قلت لك بخشوع وتضرع، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دعوة للتواضع، بعد ما نصحوا بقى كده هيدعوه إن هو ما يتكبرش على الناس ويقول أنا بصلي أنا بصوم أنا أحسن من ده أنا أحسن من ده. لا، قال له بقى ولا تصاير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصاير خدك، لا تمل وجهك عجبا وتكبرا، ما تكبرش على خلق الله يا عم، انت من تراب ورايح في تراب. المراد لا تتكبر ولا تتطاول. مرحا أي فرحا واختيالا وتكبرا عكس تواضعا للناس عليهم، ما تتكبرش على الناس، لا انت منهم، انت ابني مين، انت ابني آدم برضو. جمع خدود، مختال متكبر ومغرور ومعجب بنفسه، والمضاد متواضع. فخور أي متكبر ومباهن، والمضاد متواضع. بيقول هنا التفسير يستمر لقمان في نصح ابنه
فيقول له: لا تتكبر على الناس أو تتطاول عليهم، لا تمشي بين الناس مغرورا متباهيا بما لديك من مال وسلطة، فالله لا يحب كل متكبر. مواطن الجمال: ولا تصعر خدك للناس، أسلوب نهي يفيد النصح والتحذير من التكبر والتعالي. الناس تفيد العموم والشمول، أي كل الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، أسلوب التحذير من الغرور والتكبر. طيب، ذكر الأرض ليلفت انتباه الإنسان المتكبر لأصل خلقه فهو مخلوق من طين. يبقى هنا قال لك ولا تمشي في الأرض مرحا عشان يذكرك أنت مخلوق من طين، من تراب، فهتتكبر عليه بقى. إن الله لا يحب كل مختال فخور، أسلوب مؤكد بإن. خلي بالك أساليب التوكيد اللي في الآيات كلها هنا مؤكدة بإن، يا إما كان في أسلوب اللي هو اسمه أسلوب القصر اللي هو بيبقى حرف جر تقدم على الفعل اللي خدناه هنا، وفيه تنفير من كل متكبر معجب بنفسه، وهو تعليل لما قبله. عرفنا علاقة التعليل اللي هو بنسأل بلماذا، لماذا لا أمشي في الأرض مرحا ولا أسعر خدي للناس؟ لأن الله لا يحب كل مختال فخور. استخدام كل كل يفيد العموم والشمول، مختال وفخور الاثنين نكرة للتحقير. طيب آخر نصيحة قال له من أداب المشي والحديث: وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أقصد في مشيك، أي اعتدل وتوسط بين الإسراع والابطال، لا تجري جوه وأنت بتهرول ولا تمشي بطيء تتلكع في الشوارع. أغضض يعني اخفض، والمضاد ارفع وجهه. أنكر يعني أقبح، والمضاد أعذب وأحسن وأجمل. يختم لقمان نصح ابنه قائلا: تواضع في مشي وتوسط فيه بين الإسراع والإبطاء، اخفض من صوتك ولا ترفعه، فالصوت العالي المزعج يشبه أصوات الحمير القبيح الذي يقرأه الناس. الناس لما تشوف حمار بينهار بتكره جو الصوت ده، يقول لك ايه الصوت ده؟ المفروض تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الله سبحانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه يرى شيطان. مواطن الجمال: اقصد في مشيك، اسلوب امر يفيد النصح والارشاد ويدعو الى الاعتدال في السير. واغضض من صوتك، اغضض اسلوب امر برضه يفيد النصح والارشاد ويدعو الى الهدوء والوقار. ان انكر الاصوات لصوت الحمير، اسلوب مؤكد بان، واللام في خبر لصوت، اسلوب مؤكد بان واللام في خبر لصوت، تصوير للصوت العالي المزعج بصوت الحمير مما يوحي بقبح هذا السلوك ونفور الناس منه، وتعليل لما قبله. قلنا لماذا، بسأل على التعليل بلماذا، لماذا أغضب من صوتي؟ لأن أنكر الأصوات صوت الحمير. تمام كده يكون خلص الدرس، وهيديك مناقشة في كتاب الامتحان عبارة عن سين جيم تتذكرك الدرس هذا. بيقول لي: إلى ما يهدف سيدنا لقمان من وراء نصح لابنه؟ وبينصح ابنه ليه؟ قاعد يحكي معاه كده ويدردش بس؟ لا، يهدف إلى أن يرسم لابنه طريق النجاح في الحياة بامتلاء قلوب الناس ومحبتهم، فوصف له الطريق الصحيح أنه يتواضع للناس، ما يفتخرش عليهم، ما يتكبرش، تمام؟ أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. دلل على سعة علم الله تعالى أن الحسنة والسيئة مهما كانت متناهية الصغر كحبة الخردل ومخفية في باطن صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة ويحاسب عليها. ما هدف لقمان من وصيته في الآية الكريمة رقم 16 اللي هي أول آية ابتدى بها؟ أن تتعلم يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل، أن تتعلم خشية الله ومراقبته في أقوالنا وأفعالنا. وما أثر الالتزام بها؟ أن يصلح الإنسان ما بينه وبين خالقه، وأن يصلح ما بينه وبين الناس. بيقول: ما الوصايا التي اشتملت عليها الآية الكريمة؟ إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على المصائب. على أي شيء نهى لقمان ابنه ولماذا؟ نهاه عن التكبر على الناس والغرور والتباهي بما لديه من مال أو سلطة، لأن الله لا يحب المتكبرين، كما أن التكبر ينشر الكراهية والفساد في المجتمع. بيّن سيدنا لقمان لابنه بعض آداب المشي والحديث. وضح ذلك آداب المشي بأن يتواضع في مشيه ويتوسط بين الإسراع والإبطاء، آداب الحديث بأن يخفض صوته، فالصوت العالي المزعج يشبه صوت الحمار الذي ينفر منه الناس. كيف نفر القرآن من علو الصوت؟ بأن شبه الصوت العالي بصوت الحمار المعروف بقبحه ونفور الناس من سماعه. محبش بيحب يسمع صوت الحمار، ولا بحب اغنيه سعد الصغير بحبك يا حمار.
ترسم الآيات طريقة التعامل بين العبد وربه والعبد والناس والعبد ونفسه. العبد وربه، أن الله سبحانه وتعالى في أول آية أنت تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أفعالك وأقوالك ويخشاه ويؤدي الصلاة في أوقاتها. العبد والناس يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يصبر على أذاهم وأن لا يتكبر عليهم وأن يكون لينا في الحديث معهم. العبد ونفسه بأن يعود نفسه الصبر والتحمل والتواضع. ما أثر الصبر وتحمل الشدائد ومواجهة المواقف الصعبة على شخصية الإنسان؟ يصبح إنسان قوي الشخصية ويعتمد عليه يعني، وقادرا على التعامل بحكمة في كل أمور حياته. ما أثر العمل بهذه الوصايا على الفرد والمجتمع؟ إذا عملت أنا بالوصايا اللي في الآيات دي إيه اللي يحصل لي؟ الفرد يرضى عنه الله ويحبه الناس. طب المجتمع يسود الحب والود ويصبح متكاتفا، المجتمع كده إيه؟ متكاتف مع بعضه، متعاونا على البر والتقوى. بيقول لي أذكر الدروس المستفادة من الآيات الكريمة. علم الله لا حدود له، وجوب التمسك بالصلاة والصبر والتواضع وفعل الخيرات، الابتعاد عن التكبر والغرور، حب الآباء للأبناء وحرصهم على إسعادهم، وجوب إصغاء الأبناء للنصائح الآباء والعمل بها، طاعة الله طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، القيام بالأعمال الصالحة يكسب الإنسان شخصية قوية محبوبة. كده يكون انتهى الدرس الأول، وانتظرنا في تدريبات هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش أن الدال على الخير كفاعله، وتتفاعل مع الفيديو بتعليق كويس لو عجبك الفيديو، ولايك للفيديو وتنشره مع زملائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.